السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الحوائط اللي سمكها بيختلف مع الارتفاع بتاعها. يعني ممكن تلاقي تحت خالص السمك بتاعها مثلا 50، تطلع تلاقي 40، تطلع تلاقي 30، اللي هي الستاك وول. من قائمة أرتكشر أختار وول، أرتكشر وول، على حسب إنها هرسم حوائط. بلاقي أنواع عادية خالص اللي هي بيزك وول، وفي كارتن وول لو أنت عايز ترسم حوائط إزاز، وفي ستاك وول. ستاك دول اختاره، وبعد كده هدخل ايديت. طيب بلاقي الخاصية الوحيدة الموجودة اللي هي استراكشر، تمام، هقوله بروفيو عشان اشوف ايه الحاجة الموجودة. بلاقي دي نظام الحوائط بالشكل دوت، ده اللي مش متخيل الفكرة، ان انا عندي بيبقى الحوائط نفسه بيبقى مكون من اكثر من سمك، بيبقى في تحت مثلا سمك معين، بعد كده بيطلع سمك مفروض اقل، بعد كده سمك مفروض اقل. عشان اتحكم في الموضوع دوت بدخل في الستراكشر بقول له ايديت، بلاقي ان انا عندي نوعين. الانواع دي هي اللي موجوده في الحوائط اللي في الاولانيه. يعني انا لو ضفت نوع من الحوائط الجديده هلاقي ان النوع ده نزل لي في قائمه الاختيارات دي، واقدر اختار من هنا. لو جينا نبص مع بعض بلاقي ان انا عندي اول حاجه هنا سيمبل هاي، يعني الارتفاع المفروض كام، وليكن مثلا 7 متر. ده مجرد بس حاجه تجريبي، تمام، مجرد احساس ان انت تتخيل شكل المبنى اللي انت شكل الحيطه اللي انت تعملها. وباجي هنا بقول له انت عايز المحاذاه تبقى من اي ناحيه، من وول سنتر لاين ولا من كور سنتر لاين، يعني هل من نص الحيطه بالظبط ولا من نص الكور بتاع الحيطه، ولا من الفينش كور اكستيريور يعني تبقى من الحرف، ولا من الفينش فيس انتيريور. تبدا تشوف الاختيار الانسب ليك. بنيجي هنا بنلاقي النيم، تبدأ تختار انت انواع الحوائط. في واحدة يعني تقدر تختار مثلا ديت، تقول مثلا انا عايز تحت خالص تكون مثلا 305، عايز فوق مثلا تكون 200. تبدأ تختار المسافة اللي انت عايزها، ممكن تضيف غير عشان تبان معاك. خلي الحيطة مثلا ديت هي اللي تحت داون، تمام، بالشكل دوت الحيطة، تمام. الحتة دي هقول له خليها مثلا بالسنتر، تمام، ده شكل من ضمن الأشكال. خلي بالك في الهاي بيبقى عندي في كل القيم بكتبها ما عدا قيمة واحدة تبقى فاريبل. فاريبل ليه؟ لأن ممكن الحيطة اللي أنا أرسمها ممكن أرسمها 5 متر أو 6 متر، أو ممكن أرسمها من الدور الأول للدور التاني فحسب ما يكون ارتفاع الدور. فلأن أنا مش واثق من ارتفاع الحيطة اللي أنا هرسمها، فهو بيقول لي حدد قيم معينة، والقيمة بقية القيمة الفرق بين الحيطة كلها والقيم اللي انت بتدخلها هنا هي دي اللي هتبقى النوع الأخير. بمعنى ممكن يكون انا عندي مثلا جزء معين اللي هو مثلا 50 سنتي دوت هيبقى متر، وال40 سنتي هيبقى متر، والباقي كله هيبقى 30. فهمنا الفكرة؟ ممكن الفاريبل ده تخليه هو اللي تحت او تخليه هو اللي فوق، مفيش أي مشكلة خالص. اقول له اوكي وابدا ارسم الحائط الستاك دول. او حصل عندي مشكله ان انا محدد القيمتين بمقاس معين، بينما هنا الحيطه اللي انا رسمها اقل من المقاس دوت، تمام. فاعمل ايه عشان الموضوع يظبط معايا؟ هقول له وول تاني، او بيرسم 3 متر، لا هقول له انكونكت واقول له ارسمها مثلا 6 متر وابدا ارسم حيطه. هترسم معايا مظبوط؟ اشوفها في 3D. هذه الحائط زي ما انت شايف، السمك الاول كبير وبعد كده بيقل، وده بيقل، وده غالبا بيبقى في الحوائط الحامله. دي طريقه سهله جدا وبسيطه ان انت ترسم الحائط من النوع دوت. كان في ناس بترسم الحيطه على كذا مره، ترسم حائط 40 مثلا وبعد كده ترسم حوار تاني اقل بس بتديله اوفست معين. لا الطريقه دي اسهل ان شاء الله ومش تعمل اي لخبطه خالص. اخوكم عمر سليم.